التاريخ لم ينصف جراحات المخ والأعصاب، وكانت جراحات المخ والأعصاب في التاريخ توصف بصفات معينة بأنها جراحات صعبة جدا والنسب النجاح صعبة جدا، حتى السينما لم تنصف هذه الجراحات. هل ترى أنه هذا الوضع أو هذه الحقبة التاريخية في التعامل مع جراحات المخ والأعصاب كانت بيضاء أم سوداء أم رمادية؟ الحقيقة لا، كانت فترة في ظاهرها سوداء، انما الحقيقه ان الفتره دي تم اكتشاف الكثير جدا من الاكتشافات اللي فادت الناس فيما بعد. يعني لو احنا بنذكر ان اول حد فكر في انه يعمل انبوبه التخدير عن طريق الانبوبه الحنجريه اللي بيحطها المريض عشان ياخد البنج الكلي هو جراح مخ واعصاب اسمه كوشنج. الراجل ده يعني كان في الفترة اللي الناس كلها بتبص لجراحات المخ والأعصاب على أنها جراحات قاتلة، والراجل ده كان عبقري وطلع لنا حاجات كتير جدا كل الطب استفاد منها. يمكن جاء بعد منه أو معه يزرجيل، وده عالم إيراني مسلم كان اسمه محمود غازي يزرجيل وعاش في ألمانيا، وابنه لازال يزرجيل برضو من العلماء في ألمانيا، ده برضو من المجددين والمبدعين في مجال جراحات المخ والأعصاب. ودول جم في الفترة اللي كانت كل الناس بتبص الموضوع على انه اسود، لكن في حقيقة الامر نحن نرى انهم دول اللي زرعونا الامل في كل ركن وزاوية في هذا التخصص. يبقى وصفت هذه الحقبة بانها جوز هند، زي جوز الهند بالظبط، من بره اسود وجوه. ده حقيقه فعلا. يعني ده وصف فعلا دقيق، انا يعني عجزت ان اجده. لا لا، كوشنج بالمناسبه طالما ذكر وانا موجود لازم ابين حاجه، الدكتور يسري كان عايز يسالني فيها بس يعني انا هجاوب من غير ما يسالني. كوشنج ديزيز از بيتيوتري اوريجين، كوشنج سندروم از ادرينال اوريجين، صح؟ يعني دي مشكله في الغده النخاميه، وده كمشكله في الغده الكظريه.